هل الأعمال شرط لصحة الإيمان أو شرط لكمال الإيمان؟ مع شيء من التفصيل. الأعمال هي الإيمان، ما فيه إيمان بدون أعمال، ولا يسمى الإيمان إيمانا إلا بالأعمال، فالأعمال من الإيمان، داخلة في الإيمان، وليست شرطا فقط، ليست شرطا فقط ولا مكملة، وإنما هي من الإيمان. الإيمان يقول أهل السنة، الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، مجموع هذه الأمور، مجموع هذه الأمور الثلاثة، ما يكون الإيمان إلا منها جميعا، أما إذا فقد شيء منها فلا يكون إيمانا. نعم.